السلام عليكم. اليوم بغيت كاع المغاربه يبارطاجيو هاد القضيه ديال خونا وصاحبنا بدر. جون دكتوران اللي يلاه دفناه اليوم، ترزينا فيه وترزات فيه مهمته وخواتاته وصحابو صحابو. ما كاينش واحد اللي كيقولها فيه خيبه. مات مغدور، قتلوه لينا. اش نقول لكم؟ مات في عين دياب حدا مقطو التوليس. واحد نهار السبت بحال تقول لحد مع 4 الصباح بحال هكاك، كان خارج في ماكدو وصحابو هو ولد خالته وصاحبو اخر، كانوا خارجين في الباركينغ ديال ماكدو وجا واحد خوتنا تعداو عليهم وضربوهم. وفاش طاح بدر في الارض داز عليه الطوموبيل جوج المرات من طوموبيلته و حيد لي ماتريكول، حيد لي ماتريكول ديال الطوموبيل. يعني هذا انسان اللي دارها ماشي مجرم، اللي عارف شنو خصو يدير باش ما يشتوش البوليس. حيد لي ماتريكول، عنده اسلحه في الطوموبيل باش ضربوا الدراري. بدر مات، الكوزان ديالو تعداو عليه، صحابو راه كاملين مساكن مضروبين، كاملين حالتهم حاله نفسيا وجسديا مساكن. دعيو ليه بالرحمه ودعيو ليه بالمغفره، ولكن حقه خصو يبان في الدنيا ان شاء الله، في الدنيا ان شاء الله قبل من الاخره. احنا كاملين عينا ما نبارطاجيو كل شهر واحد ميت، كل شهر نبارطاجيو واحد، عينا من هادشي. والشباب كل مره واحد ميت حشومه. ومن خيرة الناس ان جون دكتورون، ماشي ما تبغيها حتى واحد، ولكن كتشوف البلاد حتى هي ضاعت في شاب. حنا زعما اللي كنطلبوا دابا منكم ان زعما هاد لافير زعما تبقى تبارطاجا باش ناخذ حق خونا بدر، حيت راه يقدر يكون خوك، يقدر يكون ولدك، يكون طون كوزان، يكون صاحبك. حنا درنا اليوم في صاحبنا وفي خونا، وما بغيناش الحق ديالو يمشي غير بحال هكاك، ولا تخسب من هنايا 5 جوغ يتحبسوا لي بارطاج وكل شيء. حنا بغينا داك المجرم ينال العقاب ديالو ويكون عبره للناس كاملين، لان حنا ما عايشينش في زريبه، حنا في بلاد ديال الحق والقانون، وبغينا الحق ديالو يتخاد باش هو مسكين يتهنى في قبره، لان الطريقه كيفاش مات راه ما تبغيها حتى شي واحد. وماشي شي قضيه اللي ما يمكنش تعرف المجرم يتعرف مول باش نقولوا لا راه ضربوه هرب. البلاصه فين كانت عامره وفيها لي كاميرا، فيها بنادم، فيها كل شيء. دونك لا فيغ راه تقدر تحل، يعني ماشي تحل برمشه عين، تحل برمشه عين. دونك عافاكم نكونوا ايد بايد. حنايا زعما ما بغيناش هادشي يسالي هنايا، بغينا ياخذ العقاب ديالو، لانه يمكن راه يمكن من دابا يتجبد. دونك بغيناكم تكونوا كاملين زعما معانا، ونكونوا ايد في ايد، وتشوفوا فيه خوكم زعما حتى هو. والله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، الله يغفر ليه. المهم ما بقى عندي ما نقول، انا فريمون دعنا في واحد الانسان اللي لا اله الا الله ما شاء الله، مسكين ووالديه مساكن حتى هما دابا راه ربي اللي عالم بهم. ونتمنى زعما الحق ديالو يتخاد، وهذاك المجرم ياخذ العقاب ديالو، حيت فريمون ما ديك الطريقه، ديك الطريقه اللي ما تباها ما نبغيوها حتى شي واحد. وفى الاجل ديالو، لكن الطريقه اللي هي اللي ما حملناهاش وهي اللي ما بغيناهاش. وحسبي الله ونعم الوكيل. دونك عافاكم، بارطاجيو كاملين جوستيس بوغ بدر، ديروه خوكم كيف ما قلت لكم. واللي عنده شي عفو، واللي عنده شي فيديو اللي كان تما يقدر يلوحوا في انونيم، نخلي لكم النمره ديال سون كوزان، هضروا معاه. اي حاجه تقدر تعاون البوليس، راه كاين راهكم اي ولد كازا يعرف ماكتو الدوليس، راه كاينين لي كاميرا، كانوا شهود الدنيا تما، راه عامره. راكم عارفين دياب بالليل كيكون عامر، اللي شاف الوجه ولا عارف شي حاجه ولا صور شي فيديو يقدر يعاوننا به، يصيفطوا انونيم. حنا ما غنبغوش لك الخسران، حنا راه ماشي غنمشيو انت نجبدوا لك الصداع، حنا راه غنبغيو غير هذاك الفيديو نوريوه للبوليس. ما غايقولوش لنا كاع منين جبتو، غنوريوه ليهم وغادي يشوفوا التصويره باش يعرفوا شكون. حيت باقي لحد الان في التحقيق، وباقي لحد الان كيقولوا لنا لا عندكم شي حاجه تقدروا تعاونوا بها عاونوا بها. هذا الشيء اللي كاين. وشكرا بزاف، ترحموا ليه، ترحموا عليه، ترحموا عليه، عفاكم، ترحموا عليه، ودعوا معاه بالرحمه والمغفره. امين امين يا رب، امين.